هي الذكرى 24 على هذه المؤامرة، وما يزال قائد الإنسانية أسيرا لدى دعاة الديمقراطية ويلاقي أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقه. لقد كان اعتقال القائد مخالفا لجميع الأنظمة والقوانين الدولية، وأن هذا الاعتقال يعتبر وصمة عار على جميل الإنسانية. جماعة، إلى متى ستبقى تركيا متعنتة وتستمر بأسر القائد؟ إلى متى ستحقق العدالة في هذا العالم؟ ألم يحن الوقت ليكون القائد بين أهله وشعبه؟ يجب على العالم أن يتخذ موقفا حيال هذا العمل المنافي للأخلاق والإنسانية. ونحن كشعوب شمال وشرق سوريا عامة وعوائل الشهداء خاصة، نطالب بالإفراج الفوري عن القائد عبد الله أوجلان، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الشرفاء بالوقوف معنا من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحريره من إرهاب تركيا لينعم بنتائج فكره بين أهله وشعبه.